بحفظ الله ورعايته تعلن انطلاقة هذا الشوط وحضور هذا الشوط، شوطنا السادس الذي يحمل الإثارة والمنافسة والتحديات من الجعدان. مقدمة هذا الشوط والبداية الأولى، المركز الأول شاهين أحمد بن سالم بوظفيره العامري يقدم شاهين، بينما المركز الثاني شوف هناك التغيير، واللي على المركز الأول شاهين مسلم بن حمد بن حرزي غير على مقدمة الشوط. المركز الثاني شاهين عبيد بن حمد بوظفير، المركز الثالث وصل شاهين سعيد بن سالمين النعيمي، والمركز الثالث ثالث المراكز يتواجد مشاهدينا الكرام على المركز الثالث اللي هو هياب هادف بن احمد اليابري يتواجد على المركز الرابع، ولكن مقدمة الشوط المركز الاول، البداية الصدارة المقدمة هناك مع مقدمة الشوط شاهين مسلم بن حمد بالحرزي يحرز الصدارة المقدمة. المركز الأول وصل هياض اليابري، والمركز الثالث هناك مع أيضا النعيمي، ولكن المقدمة الصدارة الأولى المركز الأول. شوف وتابع وراقب المعركة، راقب الإثارة، راقب التحدي، راقب الصدارة. شاهين لازال، هياض قادم، شاهين قادم، يسلم. الله 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 على هذا الأداء الجميل، على هذه السيطرة والمنافسة الشيقة ما بين الاثنين. هياض صامد شاهين هياض قادم، شاهين الله 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 الله، يا سلام، هياض بطل هذا الشوط. تهانينا والناموس لسيد هادف بن احمد اليابري في اللحظات الاخيره ينتزع المركز الاول والمركز الثاني. شاهين مسلم بن حمد الحرزي المركز الثالث والرابع، كان دخول جماعي اما التوقيت دقيقتين 16 ثانيه. تهانينا والناموس للسيد هادف بن احمد اليابري على فوز هياط بهذا الشوط.